بعد 5 سنوات على تحرير مدينة الموصل، يعود جامع النورية الكبير ومئذنته الحدباء المدمرة لتصدح بتكبيرات العيد، رسالة يحاول الموصليون أن يوصلوها عن عودة الحياة إلى مدينتهم وأمنياتهم بعودة معالمها ورموزها الأثرية. في ساحة الجامع النوري الكبير من هذا المكان بعد انقطاع 5 سنوات لم تقم فيه الصلاة، أقيمت اليوم صلاة العيد وبمشاعر طيبة ومشاعر جياشة من الناس ليعلنوا للعالم أجمع أن هذه المدينة قد تمرض لكنها لا تموت، ومن أمام منارة الحدباء التي ستنهض إن شاء الله وهي ناهضة بإذن الله عز وجل، ستنهض إن شاء الله من جديد. قمنا صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع النوري الكبير بعد انقطاع دائما لمدة 5 سنوات لنتيجة تعرض الجامع ومؤذنة الحدباء لأعمال تخريبية، واليوم إن شاء الله بفضل سواعد المخلصين من أبناء الموصل وبمساعدة المنظمات الخيرية إن شاء الله سوف يرجع الجامع النوري ومؤذنة الحدباء إلى ما عهدنا عليها. ورغم ما يعيشه سكان الموصل من تفشي البطالة وضيق العيش، إلا أن عيد الأضحى صار لهم متنفسا يعبرون بحلوله عن فرحتهم المتواضعة وكتم أوجاعهم بأمل يحدوهم إلى تحسن أوضاعهم بشكل عام. الحمد لله الموصل بخير وأمان، الحمد لله أكو أمان عندنا والأطفال فرحانين ما شاء الله، الحمد لله والشكر. نطلب بس الأعمار، عندنا شارع راس الجادة كله محفر، الأفرع كلها الجوة عيفوت علينا الماي جوة. خالدنا نحن صباحا من الصبح بالعيد كل عيد يطلعون على المقبرة يرجعون، تشوف انت الوضعات الأطفال يلعبون بالجديات ونحن نريد يعني أحسن والأحسن إن شاء الله. تقييد شعيرة الأضحية وحصرها في أماكن مجازة للذبح والجزر أخذت من طقوسها الشيء الكثير، إلا أن الوصايا الاحترازية والبقاية من الحمى النزفية دفعت لاتخاذ هذه الإجراءات. بعد انتشار هذه الحمى النزفية جازت لنا الصحة أنه نذبح في المساجد أو بعض المجازر الموجودة اللي سمحوا لهم. تعرف انت كلنا انه هذا العيد لا ما يكون له طعم اذا ما يكون له عيد وأضحية، وهو شرع الله سبحانه وتعالى ان يكون معنات هذا العيد سماه بمعنى انه هو العيد الأضحية، فاذا ما تضحي وما تشارك في هذه الأضحية ما يكون له طعم. ومع أول أيام عيد الأضحى المبارك شهدت مدينة الموصل زيارة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حمله سكانها جملة من المطالب على تنفيذها على أرض الواقع يكون عيدا لطالما انتظروه. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.